كل ما من شأنه أن يضر بالبيئة كرمي النفايات أو الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال يدخل ضمن المخالفات البيئية التي يعاقب عليها القانون. أهمية هذا الموضوع أفرز التنظيم ورشة عمل حول تقوية الكفاءات في تدبير المخالفات البيئية بمدينة الراشدية، شارك فيها متدخلون من قطاعات مختلفة. 1995 أتى لتقليل أي عمليات استغلال الميك العام المائي، ومن بين المواد التي تطرق إلى هذا التقنين نذكر على وجه الخصوص المقتضيات المنع العام والمادة 12 على وجه الخصوص والمادة 54 كذلك المادة 86. الأهم في هذا الشيء ماشي هو الإصدار القانون ولكن هو التطبيق ديالها، وفي التطبيق ديالها كتبت الدولة المكلفة أعطت أهمية بالغة لهذه النقطة، بحيث هناك صدرت برنامج خاص فيه تكوين كيهم الأعوان ديال الشرطة البيئية. هذه الورشة تستهدف الهيئات المكلفة بالمراقبة وضبط المخالفات البيئية على صعيد إقليم الراشدية، خصوصا المنتمين إلى سلك القضاء، الجامعة، المجتمع المدني وسكان الواحات. الهدف من هذه الورشة هو تقوية قدرات الفاعلين المعنيين بمسألة البيئة، وكذا تدبير هذه المخالفات والمتابعة القضائية. اختيار إقليم الراشدية لإطلاق مشروع تقوية القدرات نابع من كون المنطقة تتوفر على فضاءات الواحات التي تعتبر من المناطق الهشة إيكولوجيا، وسيتم فيما بعد تعميم هذا المشروع على باقي جهات المغرب.